الأكنان الأهلية للبنين طلاب الصف الثاني متوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله هو السجود لله تعالى. سوف نتطرق في هذا الدرس إلى معنى السجود، وما هو السجود لغة واصطلاحا، وكيفية صفة السجود، وما هي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بخاصية السجود، وما هي سجدة السهو أو سجدة الشكر. السجود هو أعظم درس يربينا الله تعالى فيه على التواضع، فمن تراب الأرض خلقنا وإليها نعود. وفي السجود اعتراف بعظمة الخالق الذي أوجدنا من العدم ووهبنا شتى النعم. أي السجود هو أعظم درس يربينا الله تعالى فيه على التواضع، فمن تراب الأرض خلقنا وإليها نعود. وكذلك الدرس الثاني هو اعتراف بعظمة الخالق الذي أوجدنا من العدم ووهبنا شتى النعم. السجود لغة هو الخضوع والتذلل. السجود لغة هو الخضوع والتذلل، أما في الشرع فهو التذلل والخضوع لله عز وجل وعبادته بالصفة المعروفة بوضع الجبهة على الأرض. السجود في الشرع هو التذلل والخضوع لله عز وجل وعبادته بالصفة المعروفة بوضع الجبهة على الأرض. قيمة السجود وأهميته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الإيمان بالله تعالى، ثم الركوع، ثم السجود والعبادة لله عز وجل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والسجود ركن من أركان الصلاة، وأن كل ما في الكون يسجد لله فيسجد له ما كان له عقل كالإنسان، وما لا عقل له كالشمس والقمر، لكننا لا نعرف كيفية ذلك السجود. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أي أن الإنسان الذي له عقل وما ليس له عقل يسجد لله عز وجل، لكن كيفية السجود له كيف لا نعرفها، أو لا نعرف كيفية ذلك السجود، فيسجد له الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لماذا السجود يغيظ الشيطان ويغضبه؟ لماذا السجود يغيظ الشيطان ويغضبه؟ لو أننا نعود إلى قصة النبي آدم عليه السلام وكيفية السجود، فقال الله سبحانه وتعالى لإبليس اسجد، قال ما أنا بساجد، فرفض السجود لله عز وجل، لأنه قال أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. لذلك الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من رحمته وطرده من الجنة. لذلك هنا السؤال يقول: لماذا السجود يغيظ الشيطان ويغضبه؟ لأن الشيطان قد عصى الله ولم يكن من الساجدين، فلعنه الله وطرده من رحمته. لماذا يغيظه؟ لأن الشيطان قد عصى الله سبحانه وتعالى ولم يكن من الساجدين، فلعنه الله وطرده من رحمته. صفة السجود. ما هي صفة السجود؟ أن يسجد المسلم على 7 أعضاء من جسمه، وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويشترط في السجود الطمأنينة، فلا ترفع رأسك مستعجلا، بل عليك الاستقرار والاطمئنان، ساجدا متذكرا أن الله القوي يراك وأنت تخضع بينه يديه، فعليك أن تدرك عظمة خالقك فتطيل سجودك اعترافا بالعبودية لله وبفضله وطاعة له، فيخشع قلبك لجلال الله وعظمته.
أن يسجد المسلم على 7 أعضاء من جسده أو جسمه. ما هي 7 أعضاء؟ الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. ماذا يشترط في السجود؟ الطمأنينة. ما معنى الطمأنينة؟ أي لا نرفع رأسنا مستعجلين في السجود، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بكل هدوء وبكل طمأنينة، متذكرين أن الله القوي هو الذي يرانا، وأنه لا يسلط علينا ظالما، وأن يرزقنا من رزقه الوفير، وأن يحقق لنا ما نتمنى. فعلينا أن ندرك عظمة الخالق، وأن نعترف بعبوديته وبفضله وطاعته، وأن يخشع قلبنا لجلال الله وعظمته. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي على تراب الأرض، أي أن المسلم عندما يصلي يصلي على الأرض، لأنها هي المسجد وهي المكان المطهر. يكون موضع السجود، أي على الأرض يكون موضع السجود. وبالتراب يتطهر المرء عند التيمم في حالة انعدام الماء أو صعوبة استعماله لمرض أو خوف أو غيره. كيفية التيمم؟ أن ينوي المسلم الطهارة في قلبه ويسمي الله، ثم يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر اليد اليمنى ببطن اليد اليسرى، ويمسح ظهر اليسرى ببطن اليد اليمنى، وبذا يكون قد تطهر. كيفية التيمم؟ هذا إذا كان لم يوجد ماء أو الماء غير طاهر، يعني الماء يكون وسخ، فالإنسان يتيمم بالتراب. كيفية التيمم؟ أن أول شيء يسمى لله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يضرب بيده على التراب ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر اليد اليمنى ببطن اليد اليسرى، وبالعكس. السجدات. بقي أن نعرف أن السجود يكون في الصلاة وفي سجدة التلاوة وسجدة الشكر والسهو، ويستحب الدعاء عند السجود. لماذا يستحب الدعاء عند السجود؟ لأنك في حالة السجود تكون أشد قربا لله تعالى وأعظم خضوعا. لماذا يستحب الدعاء عند السجود؟ لأنك في حالة السجود تكون أشد قربا لله تعالى وأعظم خضوعا. أنواع السجدات: أولا سجدة الصلاة والتلاوة والشكر والسهو. ما هي سجدة التلاوة؟ اللي احنا نعرفها اكو خط بالقرآن الكريم على كلمات موجودة بالقرآن الكريم، يكون فوقها خط، تحت فوق الكلمة خط، هذا الخط يسمى سجدة التلاوة. لما نقرأ القرآن الكريم نصل الى هذه الكلمة، نتوقف ونسجد لله تعالى. ما هي؟ هي سجدة واحدة تكون عند قراءة أو سماع الآيات التي تتضمن السجدة أو الأمر بالسجود، فيسجد المسلم على أعضائه 7 عند قراءتها أو سماعها، ويقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم يكبر عند الرفع من السجود. ومثال آية السجدة قوله تعالى في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. هذا الخط اللي موجود فوق الكلمة، فاسجدوا لله واعبدوا. وفي سورة السجدة قوله تعالى كذلك: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. كلمة خروا فوقها خط، فلذلك يعني خضعوا لله سجودا بكافة أعضائهم وحامدين لله سبحانه وتعالى، وهم لا يستكبرون بدون تكبر وبدون تعالي. لذلك هذا الخط هو سجدة التلاوة. وقوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كلمة اسجدوا كذلك هي سجدة التلاوة، هذا يقصد بها سجدة التلاوة. فتلك الآيات وما شابهها تدعى آيات السجود. سجدة الشكر هي سجدة واحدة كسجدة التلاوة، وتستحب عند حدوث نعمة أو انقشاع غمة أو زوال نقمة، ولا تكون إلا خارج الصلاة، يعني خارج الصلاة هي سجدة خارج الصلاة مو من ضمن الصلاة. كذلك سجدة واحدة تشابه سجدة التلاوة. سجدة السهولة هي سجدتان في نهاية الصلاة تكون لتصحيح الأخطاء اليسيرة وجبرها في الصلاة نتيجة للسهو. يعني إذا الإنسان
شكك في صلاته انه نسي سجده من السجدات، او الشيطان بدا يوسوس له انه نسيت ركعه من الركعات او سجده من السجدات. فالانسان بعد التسليم يقدر انه يسجد لله عز وجل سجدتين، هذا تسمى تصحيح الاخطاء اليسيره وجبرها في الصلاه، تسمى سجده السهو. تعرفنا على معنى السجود وما هو قيمه السجود، وكذلك كيفيه التيمم، وما انواع السجدات وما هي. اتممنا موضوعنا ان شاء الله، ونلتقي بدرس جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.